نفتح ملف اليوم. نجوم تألقت في بطولة الدرع المئوية، نعلم جيدا بأننا أمام فترة جديدة للكرة الأردنية، سواء على والأهم هي المنتخب الوطني، مشاركة في كأس آسيا وكذلك في تصفيات كأس العالم. ونعلم بأن التجديد على رأس الهرم وهو الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعني الكثير لجماهير ومتابعي كرة القدم الأردنية، بأن أصبحت تتوقع بأن تشاهد مرحلة جديدة، نجوم جدد في المنتخبات الوطنية. نسلط الضوء أكثر على أبرز النجوم الذين ظهروا في بطولة درع المئوية، ولعل الأبرز ممكن يتفق الجميع في الشارع الأردني، الأبرز والغائب الأبرز كان في الفترة الماضية عن المنتخب الوطني، يتحدث عن يوسف أبو جلبوش صيصة، نجم النادي الفيصلي وصانع الألعاب في منتصف الملعب للكتيبة الزرقاء. يوسف أبو جلبوش أجمع الجميع من جميع الأندية الأردنية، من جماهير الأندية الأردنية، بأن هذا الفتى له مستقبل كبير، وبأن هذه الورقة تحديدا افتقدتها الكرة الأردنية في مشاركات سابقة. من الصعب أن تجد هذه الورقة في صناعة الألعاب، دائما الحاجة ماسة سواء للأندية للمنتخبات بأن يكون لها لاعب بهذه المواصفات. يوسف أبو جلبوش قاد الهجوم، هجوم الفيصلي، كان الصانع وكان المسجل وكان صاحب كذلك، وهذه ميزة إضافية، صاحب الخلق وصاحب الأداء والفن في منتصف الملعب. أجمع الجميع على محبة يوسف أبو جلبوش، وطالب الجميع والعديد بأن يكون يوسف أبو جلبوش دائما في صفوف المنتخب الوطني. نبدأ بالحديث مع ثائر الشيباني، واليوم عندما نتحدث عن ثائر نتحدث عن دور ناقد صحفي رياضي ممكن متابع لهذا اللاعب يوسف أبو جلبوش. والبداية قبل الحديث عن مواصفات هذا اللاعب، على إجماع جماهير كرة القدم الأردنية على النموذج لهذا اللاعب، نتحدث عندما نتحدث عن لاعب محترف نتحدث عن نموذج لاعب قدوة بأن يكون للجماهير الأردنية لأبنائنا في الملاعب الأردنية. يعني حتى لو سألت الكابتن عدنان حمد الله يسهل عليه كان حكى لك أكيد يوسف لعيب ومميز، لكن ربما لا يخدم أفكاره، وهذا يعني نحترمه ونقدره. لكن هناك صفحة جديدة فتحت مع المنتخب الوطني بتعيين المدرب المغربي حسين عموتة، واعتقد انه يعني من الصعب يعني ان لا يتفق مدربان على ضم صيصة. ربما كان فكر الكابتن عدنان حمد مختلف، يختلف تماما عن المدرب المغربي الذي سيضع كافة اللاعبين، ومن ضمنهم هذا اللاعب الذي كان اعتقد هو ميزان النادي الفيصلي، وهو احد اهم وابرز مفاتيح في النادي الفيصلي في حساباته الفنيه، لانه ليس يعني من المستحيل ان لاعب زي يوسف ابو جلبوش لا يكون في صفوف المنتخب الوطني عطفا على ما قدمه. يعني احنا لما نحكي انه لازم يروح على المنتخب الوطني، مش يعني لانه اسمه يوسف، مش لانه بيلعب بالفيصلي، مش لانه عيونه شقر او زرق، لانه لعيب، فهو يستحق أن يكون ضمن صفوف المنتخب الوطني بناء على ما قدمه مع النادي الفيصلي. وأنا أعتقد أن الفترة الماضية ظلم يوسف أبو جلبوش بعدم ضمه للمنتخب الوطني الأردني، وهو يعني يستحق، وأنا متأكد في وجوده مع المنتخب الوطني سيضيف الكثير للكرة للمنتخب برفقة زملاء اللاعبين. رأفت، في إجماع على هذه الموهبة من الجميع، من جميع الجماهير الأندية بموهبة يوسف أبو جلبوش. صنع الفارق لم يصنعه في درع المئوية، بل كان منذ فترة طويلة في الموسم الماضي كان يعني القائد ذو المستوى العالي في حسم أي مواجهة كانت للفيصلي صعبة على جمال أبو عابد. كان يوسف أبو جلبوش يعرف كيف يهدي زملائه الفوز. خلينا نحكي أنه في ثلاث نقاط مهمة اكتسبها صيصة من خلال بطولة الدرع المئوية. نبلش أنه نحكي الموسم الماضي كنا نحس أنه صيصة اللاعب الخجول، لكن اليوم أنت عم تحس بدور القائد، اكتسب دور القائد، يمكن اللعب مع اللاعبين الخبر المتواجدين معاه في خط المنتصف. اليوم بتحس أنه صيصة هو مطالب بصناعة الأهداف، صيصة أنه حامل بده يشيل الفريق كله على أكتافه، أنه أنا مطالب مني أصنع. النقطة الثانية اللي أضيفها أنه أصبح يتميز بحس تهديفي، يعني صيصة اليوم عم بينافس على صدار ترتيب الهدافين، عنده 5 أهداف. صيصة ما كان مميز كثير تهديفيا في المواسم السابقة، لكن اليوم بطولة الدرع لا عم بينافس وعم بيكون هداف. خلينا نحكي النقطة الأهم اللي هي عدم استدعاءه للمنتخب الوطني، ما عملت عنده شك أو ما عملت لا اكتسب نضوج، كان عم بيأدي، عم بتألق بزيادة، ما حكى أنه لا صابه عامل إحباط نفسي أنه أنا اليوم ما عم بستدعى للمنتخب الوطني. فأنت بتحس أنه اللاعب مرات عم بقل مستوى، ما عم بقدم أداء المأمول منه، لا هو
عم بيزيد وعم بتألق. يعني خلينا نحكي انه كانت نقطه ايجابيه عدم استدعاء المنتخب الوطني، عم بتألق مع النادي الفيصلي، عم يكتسب الخبره، واليوم مع تواجد المدير الفني يعني حسين عموتة اتوقع انه جميع اللاعبين وليس الصيصه اللي تم تهميشهم في الفتره السابقه راح يعطوا بزياده، لانه زي ما حكينا انه حسين عموتة حكى في المؤتمر الصحفي انه جميع اللاعبين لهم الاحقيه في المشاركه في المنتخب الوطني وان جميع اللاعبين مراقبين. فالفتره الماضيه صيصه لازم ينساها، اليوم هو جاي على فتره جديده، مدير فني جديد، وزي ما حكيت لك هو اكتسب الخبره، الحس التهديفي، واصبح عنده دور القياده. ثائر، لو اردنا ان نوجز مواصفات صيصه في الملعب كصحفي، كيف تجد يوسف عبد الرحمن في الملعب بمواصفات اللاعب؟ يعني اكيد هو لاعب مواصفاته انه هو يعني الظاهر انه هادئ، لكنه يعني ثعلب داخل المستطيل الاخضر، يعرف كيف يمرر الكره ويعرف كيف يسجل ويعرف كيف يعني يمرر الكره لزملائه. هو الاهم ان حتى من يراقب صيصه لا يعرف ماذا سيفعل صيصه، يعني صيصه ربما يفاجئك بتمريره او بتسديده او بكره عرضيه. هذه مواصفات مش اي لاعب بيمتلكها، لكن يمتلكها صيصه. احنا زمان كنا نحكي عن رأفت علي او حسون الشيخ، صيصه من هذه النوعيه من اللاعبين، حسن عبد الفتاح، وحسن عبد الفتاح صيصه من نوعيه اللاعبين القل الموجودين في الكره الاردنيه في الوقت الحالي، القادر ان يوصل الكره الى زملائه والقادر ان يسجل والقادر ان يفاجئ حتى حراس المرمى بكره عرضيه او بتسديد او حتى. افتقد المنتخب الوطني هذه الورقه في المشاركات الاخيره، حتى في التحضيرات الاخيره مباريات وديه، ورقه صناعه اللعب. اكيد يعني صيصه من اللاعبين المهمين، بنحترم ما قدموا صالح راتب واحمد سمير وغيرهم من اللاعبين، لكن انا بعتقد صيصه بناء على ما قدموا ومن الموسم الماضي والموسم الحالي، صيصه قدم اوراق اعتماد وان يكون عنصر حتى اساسي في المنتخب الوطني، هو يسجل ويصنع، يعني اكثر من هيك ما هو مطلوب من لاعب صانع العاب. رأفت صيصة، يوسف عبد الرحمن ظلم أم صبر ونال؟ خلينا نحكي هسه صبر ونال في الفيصل، صبر ونال. ظلم في المنتخب الوطني، نعم ظلم. حكى زميلي ثائر أنه جربنا أكثر من صانع ألعاب، لكن هو بفتقد، حكى لك أنه هو ثعلب، أنه اليوم صانع الألعاب لازم يعطيك جميع الأدوار داخل أرضية الملعب، كرات بينية بده يلعب الكروس، اليوم ازداد كمان صيصة بالضربات الحرة. احنا شفنا اليوم صيصة ببطولة الدرع سجل بطرق مختلفة، من ركلة الجزاء سجل، بالهيت سجل، ضربة حرة سجل. فلا صيصة عم بكتسب وعم بنضج أكثر. أنا بحكي رب ضارة النافعة، يعني يمكن عدم استدعائه للمنتخب الوطني اليوم زاد تألق، فاليوم أنا بحكي لا إن شاء الله راح ينول، وإن شاء الله راح يكون هو اللاعب رقم واحد في الأردن إن شاء الله.